ميمتي كان حاب نوضح حاجه. أي. اللي اختي الناس كل معناها مشى في بالهم اللي اختي توفيت. أي. هي اختي توا ما نعرف عليها حتى شيء، ولدها مفقوده، وانت تعرف معناها انسان مفقود كيفاش تكون عايشته 18 يوم ما نعرفوا حتى شيء، وامي معناها تعبه على الاخر في السبيطار. سي عبد الرزاق بالحق نحب نداء، نحب نداء للسلطات العليا والمسؤولين الكل، نحب نعرفوا اختي وين. سي عبد الرزاق احنا متقبلين كل شيء راه. فهمتك. متقبلين انت معناها ماتت صار طلع حاجه على لا يقدر، حايين نحبوا اختي. واضح 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 واضح. ونحن سي عبد الرزاق عندنا معناها الحاكم وكل شيء ورئيس فرقه، غير ما دام معناها مازلنا لا فما لا جوتاس لا حتى شيء ما نقولوش ماتت. سي عبد الرزاق نقولوا راه مفقودي. يعني انت توضح وتقول انه الاخبار اللي خرجت وقالت اختك شهيده اليعقوبي توفيت، تقول تفند هذا وتقول لا ما توفيتش، والصوره اللي خرجت هذيك وهي في البحر. لا 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 سي عبد الرزاق اللي شافوها هي في معناها تصويره في فلوكه هذيك ماهيش صحيحه، نحب نوضح زاده هذيك معناها في بربروس معناها هذه الصوره. وديجا انا وقتها كنت متواجده معاها، خرجنا مره معناها للترفيه وكل انا وهي وولدها، وديجا تحب نبعث لك التصور انا وياها فيه. يا شهيدة، يا قلت شهيد، يا أخت شهيدة، أخت الأستاذة، سمحني، يعني الصورة اللي خرجت على شبكات التواصل الاجتماعي واللي تناولتها الإذاعات والتلفزات، الصورة نتاع شهيدة هي ولدها، هذيك صورة مش وقت الحرق. لا لا مش وقت الحرق، لا لا غلط. مالا كيفاش عرفتوا اللي أختكم حرقت؟ هي في وقت اللي خرجت سي عبد الرزاق اخر اخر كلمه كلمتها هي معناها كلمتنا قالت راني خرجت، راني سي خرجت بالصدفه معناها طلبناها. ما هزتش، بعد عاودت اتصلت بيا قالت راهو سي راني خرجت، احنا ما صدقناش معناها بقينا محيرين، خرجت والريزو معناها قص اخر كلمه كانت ليه. سؤال اخر، تردد انه هي وقت المركب قاعد يغرق انها طلبتكم، صحيح الخبر هذا ولا طلبت العائله وقالت لهم راهو المركب قاعد يغرق ورانا قاعدين في خطر ونغرقوا، هل هذا صحيح ام لا؟ لا 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 سي عبد الرزاق، هي من اول ما كلمة قالت، من اول معناها ما خرجت، ما اول ما خرجت قالت راني خرجت واكهو هذاك اللي قالت لنا قالت غرق لحتى احنا اللي فهمنا اللي فهمناه من الاولاد من اللي فهمناه من الاولاد هما معناها اللي قالوا لنا راهو المركب غرق. اي نسمع فيه. اما معناها اللي مهبطين الكل سواء في الفلوكه والا معناها احنا كلمتنا وقالت لنا راهو غرق المركب، لا كل شيء غلط. سؤالي الاخير ليك، سؤالي الاخير ليك انت، احساسك شو يقول، اختك حرقت وغرقت ام حرقت ووصلت؟ سي عبد الرزاق ما يعلم الغيب الا الله، نحن مشويين سي عبد الرزاق، احنا سي عبد الرزاق مش معناه العمل على ربي وعليك باش توصل لنا صوتنا للسلطات. احنا احساسي معناه يقول لي اللي اختي ما زالت عايشه والله اعلم. امك بحذاك واضح، ان شاء الله تكون عايشه، نحن ماذا نتمنى؟ هو شو نتمنى؟ ان شاء الله يا ربي الخبر هذاك يطلع غلط وتكون اختك عايشه. امك بحذاك انت؟ الوالده بحذاك؟ امي لا لا ماهيش موجوده تو. شكون بحذاك؟ بوها؟ لا لا اخواتي، بابا متوفي الله يرحمه. الله يرحم الجميع. على كل نختم معاك ونخلي لك الكلمه الاخيره، انت شقيقه شهيده اليعقوبي التي قيل انها حرقت وغرقت. اخيرا شنو تنجم تقول؟ كلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة نحب نقول معناها للسلطات، هذا نداء للسلطات العليا الكل، نحب نعرف حق أختي ونحب نعرف أختي شنو صار لها، وماذا بيا نحن متقبلين كل شيء، أختي ماتت وإلا عايشة، نحن متقبلين كل شيء، المهم نعرفوا حق أختي ونشوفوا أختي شنو صار لها. شنو صار في الماء وقت اللي معناها الفلوكة غرقت ولا؟ إذا غرقت الفلوكة. إذا غرقت. شكرا لك، يعطيك الصحة على التوضيحات اللي قدمتهن. شكرا لكم وإن شاء الله تسمعوا الخبر السعيد. شكرا لك، برافو.